أسبوع الموضة في نيويورك متواصل. مصممة الأزياء ديان فون فيرستنبرغ قدمت مجموعتها الجديدة لخريف وشتاء 2013. أطلقت على هذه المجموعة اسم غلام روك لأنها تجمع بين الأناقة والروك. استوحيتها من ملابس ديفيد بوي عندما كان شابا ومن ملابسي عندما كنت شابة. إنها ليست ملابس حفلات ولكنها ملابس للناس الذين يعتبرون الحياة حفلة كبيرة. ألوان متوهجة وأخرى مستمدة من ألوان الأرض طغت على هذه التصاميم البسيطة. الأقمشة المطبعة سجلت حضورها بالنسبة للمعاطف والسراويل. أسلوب مختلف نكتشفه مع مصمم الأزياء الأمريكي تومي هيلفيجر. الأزياء تبدو أكثر أناقة بقصاتها الكلاسيكية وألوانها الداكنة. الكثير من الجلد والحرير والكشمير، إنها أزياء رجالية للنساء. الأقمشة المخططة بألوانها المختلفة كانت حاضرة بقوة في هذه المجموعة، إضافة إلى الألوان الكلاسيكية كالأحمر والأزرق والأبيض. المصمم الأمريكي أضاف لمسة أخرى من لمساته الفريدة تتمثل في الطربوش المصنوع من الصوف.